شو ما كانت خلفيتك، شو ما كانت عقائدك بالمشكلة اللي انت فيها، الرب يسوع اجا كرمال نجحك. ما في شخص قبلته بحياتي ما شحدت منه حب. قلبي صار يدق وخفت، بدي اعمل جريمة قتل. شميت ريحة حالي موت، طلعت من فكرة انه في الله بالحياة. تاخد كميات كبيرة من الحشيش لتنطفي او لتغيب عن الوعي. صرت قول بكره حالي، بقرف من حالي. النبض الاخير مع توني فرنجية وباسمة. قمة النجاح هي مش عدم الفشل، ولكن النهوض من بعد كل سقطة. الليلة 10:15 المساء على الاو تي في.